طيب عندي رد من طيران الامارات، كنا بتكلم مع السيد وزير السياحه بالامس عن الشركات التي شركات الطيران اللي عندها مشكله في تحويل ارباحها، وكنا بنتكلم على 3 شركات اير فرانس كي ال ام وطيران الامارات. كنا يعني انا كانت عندي معلومه يمكن غير دقيقه انه تم تحويل ارباح طيران الامارات، لكن الحقيقه انه الشركه ارسلت لي هذا الرد، بيقول الرد انه طيران الامارات بتود ان توضح موقفها فيما يتعلق بتحويل عوائدها بالعملة الصعبة من مصر، وتؤكد أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في تحويل الأموال مثلها مثل جميع الناقلات الجوية الأجنبية العاملة في مصر، ولكن نحن على تواصل دائم مع السلطات المختصة لمعالجة هذا الأمر والتوصل إلى حل دائم على المدى الطويل. وقالوا أنه لقد بدأنا في مصر بإطلاق رحلات بين دبي والقاهرة من 86، ولا يزال التزامنا قوي بالسوق المصري ونحو عملائنا في مصر، ومنذ ذلك الحين وصلنا زيادة السعة المقعدية المتوفرة وزيادة عدد الرحلات لتلبية النمو المستمر، وأضفنا في 2016 3 رحلات أسبوعية جديدة ليصل عدد رحلاتنا اليوم بين القاهرة ودبي إلى 17 رحلة في الأسبوع. إذن طيران الإمارات بتعلن أنها ما زالت لديها مشاكل في تحويل أرباحها زي باقي الشركات، ولكن هي ملتزمة بالسوق المصري. نتمنى أن نلاقي حل لهذه القضية مع محافظ البنك المركزي. أعتقد أن وزير السياحة بيجتمع باستمرار مع محافظ البنك المركزي زي ما قالينا بالامس. احنا عندنا ازمه عمله صعبه، لكن مش عايزين نخسر الشركات العامله في مصر بالذات الشركات الاجنبيه. اظن ان احنا محتاجين ان احنا نجد حل، والحل ده مش هيكون الا بعوده السياحه، الا بالاستثمار الاجنبي المباشر. كل ده ممكن يرجع لنا الدولار من جديد.